كنا لا من غير ما تحاول تمشي اكثر من هكا. الرجل شدينا بالكمشه بالبروفه. اسالنا الغشاشر اللي قاعدين يبيعوا منين جاتكم السلعه، قالوا لنا اعطاها لنا الساسي باش نبيعوها. فماشي حاجه اكثر من هكا. يا عبد الحميد زيد طول بالك يهديك ربي، وزيد ثبت روحك يهديك ربي. الساسي عمره ما يعمل عمله كيما هادي. الرجل والله عنده جمعه كانوا مقبول. ان شاء الله يمشي للمرستان. كانك علي انا على خاطرك ما حبيت نعمل له حد شيء، وفي قابل نوصلها نوصلها. هذا من فضلك، انا هاو خذيت بخاطرك وكبرت بيك، ماني باش نعمل له شيء. اما الثانيه ما عادش يقص فيها خطوه، وماذا بيا زاد وجهه ما عادش يقابل وجهي الى ابد الابدين. بالله بالله خلي الامر يستريح عن شعب الحميد، خلي الامر يستريح ومن الغدو يعمل الله طويل. يا رجل ابراهيم رانا عشرة وخيال، ما تلزنيش لكلام المصد. قلت لك الساسي انساه، وهذا ملف وطويناه، فماكش اكبر بك. الله يهديك الله يهديك الله يهديني ويهديك. تشرب قهوتك. حتى كنتي ما قلتليش على الوالده تاعك. انا كنت باش نشد في الصحيح. امك ما تعيش كان معانا على خاطر بكلها خير وبركه. يعيشك. امنتي يا زينوب. شبين هنا جوجو؟ ماذا بيا تبطلي من الخدمه تاعك؟ نعم شنو؟ تستقي. انا قدم استقالتي؟ اي عاد شفي. بعد قرايتي وشهادتي وخبرتي مبطله؟ اي تستقي. بالعكس الخدمة ما عندها ما تقدم لك. جوجو باش يقدم لك كل شيء. هاش قولك؟ وشكون قالك اللي نخدم على خاطر الفلوس؟ هابو وثم حاجة أخرى يخدم على جهل العباد. بالطبيعة. شني؟ ثبات الذات، الكرامة، تحمل المسؤولية، نحب نحقق وجودي. فهمتك يا زينوبة. ما لا نعلمك. جوجو باش يقدم لك فرصة تحقق فيها كل شيء. هاش قولك؟ يظهر لي فيك تحلم. غالط في روحك برشا. عجب والله العظيم، سامحني فيك زينوبة. تقدم استقالتك منا وتدخل معايا في مشروع صغير نكبروا فيه مع بعضنا، ننجز ونشوف فوق السطح، تولي عنا برشا فلوس، نولوا لباس علينا يا زينوبة. ما فهمتكش، اش تحب تقول؟ نعملوا شركة جوجو زينوبو، نولوا لباس علينا، اش قولك؟ بجد؟ بالمجد. تحكي بالحق؟ بالحق. فكرة تقتل محليها. اش قولك؟ انا وياك مشروع كبير. مشروع كبير بيا وبيك. بيا وبيك. ولي كبير. ولي كبير يا روحي. واو. اش قولك؟ موافقة. هذه هديتي ليك. واو على زينوبة. بالله شي حي جمع عن النهار ما عملنا حتى كومبلي. في الاغلبيه نتاعهم بالليزانفيتاسيون فما بيجي وما فهموا حتى شيء. مهبله وربي مهبله، هما اللي خسروا على خاطر الخدمه نظيفه. وهما حبوا يفهموا الكلام هذا. في بالعمل لنا على الركح ونسمع في مراه تتحلف وتعاود في راجلها. تعرفش قتلو؟ استنى تروح للدار وحسابك عندي. هو مسكين يتغصور ويعاود. تبربي يسكت، تبربي استنى، تيصبر شوية. وربي هو مسكين، انتي انا المسكين. انتي باش ليه يا وقت بي هو ولا بدورك في المسرحية؟ شنو هو عاد مهدي؟ نوليش زيادة نكتبوا على بعضنا. انتي مسرح هذا اللي نعملوا فيه احنا الحق متاع ربي. عجبني الحوار اللي بيناتهم. وهو درشنية اللي نعملوا فيه. هاو تكربيس على الركح، هاو درا كيفيش. قال حقا طرح البديل المستقبلي وتجاوز السيد ولا درشنية ما رشين. اشتوا بديل دي حاجة درا كيفيش.
ناس يحب المسرح السهل، مسرح بودوره، مسرح على هضم، ما هم فاهمين حد شيء. زيد ما ثميش ادراك فني. اقعد اقعد وكيكا بعد ترسيلكم تعرضوا كان للكراسي يسيرش يجي نهار ويفهموه المسرح متاعنا ويولي هو المطلوب. وانا معاك. انا تعرف عم ابراهيم سيمبل لوجيك ويستحيل كان عم ساسي يعمل حاجه هك. وهذاك علاش انا جيت. تعرف يا رشيد يلزمنا نلقاو حل على خاطرك المغبون ساسي باش يهبل وسي عبد الحميد شاد صحيح. انا يضر لي اللعبه ملعوبه في الثانيه وتوبوي هذاك يجيب لنا الصحيح. حتى انا والله المره هذه مانيش باش نسكت. عم ابراهيم وعلاش ما نمشيوش للتقاز اللي مقابلنا تو يعرف الحقيقه؟ خرف يلي تخرف خرفت حكايته فارغه يا رشيد. باش نحكي لك حكايه ما تحكيها حتى لحد. مشيت له مرتين هاي نلقاه بدون منقوب طاسه فارغه. وانت استنى الساعه ابراهيم وعلاش ما شيلو التقاز؟ يفك علي عاد باش تعمل لي بحث ولا شنو؟ ما تعرف اللي محيرني هيئته ومنظره والله تقول عليه هك شيت له محجوب. حتى انا هكا قلت دوب ما ريته ذكرت محجوب. ساسي المغبون والله تقول عليه بالمره واحده سيمبل لوجيك توما قبل عنده زوز خيوط ناقصين مع توا الشيء زاد. عدم الله يهديك يا عبد الحميد الله يهديك. يلزمنا نلقاو حل. هاي خلينا نمشي نشوف. اقعد في ماشي. مش قلت لي يلزمنا نتحركوا؟ على امي وعلى امي حتى انا مع شكون نتحدث. اسمع هذيل نعمل تذا كله كان على خاطرك انت. مش خساره يا نجمه مش خساره. نحن نعمل أكثر. توك يا رتحتيني من هكا ساسي تحلت قدامي ثنايا الكل. هي أنا ما تهمنيش ثنايا الكل، أنا ما تهمني كان ثنية واحدة. أنا هي. ثنيتك أنت لقلبي وثنيتي أنا لقلبك. أول تطروت يا نجم تهز وتجيب. هذيل تحبني؟ أوخ. نحبك يا نجم انا نموت على جرودك نخش للفينقه فرحان نغني. حب حب مش لعب ذراري. ها هي مال خايك هو حب حب ومش لعب ذراري. وقتاش تجي تخطبني ما قعطيني الكلمه؟ نخطبك ها قريب قريب يا نجم زعما هذيلي ما تحطي شي في بالك. هك شايفي هذا كله يطلع منك انت هذيلي يا اخي نسيت لي انت ملك على سميره بنت وريده. مانيش ناعل شي ومانيش ناعل شي يا هذيلي كان خليك توصل تسطر لي في مخك. اما عم ابراهيم يلزمنا نضربوهم راس براس. ما فهمتكش سيمبل لوجيك وش بيخي مخك ولا كيفي انا عم ابراهيم معناها نخلوضوهم في بعضهم. شكونهم شكونهم؟ اوه واحد منهم جاء طفي ضوء. اسمع اللي نقول انا ديما اقول ايه اما كل هذيل اللي طلع مهف ياسر. شفت ما هو شفت مهف كبير هاي جاي لهنا ينسنس يحب يشري حانوت شيء ومني جيتوا الفلوس؟ يا ودي ما طلع له بس عليه ومخبي فلوس ومسلف ناس جايب مين هذا الكل؟ سر كبير تو بعد نقول لك. المعلم هوني ما هو سلم قبل يحسبني سلمت. عبد الحميد ماهوش هنا امشي هز الكاميون وتعداله للدار. تحرك عاد بر امشي راجل امي راجل امي هذي والله اللي عامل ولد احمد. الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. شكون زيد هذا؟ سي عثمان الله يرحمه كان يقرا معايا في الزيتونة. الله يرحمه. ايه كله من عليا فاني. ايه ذيك الدنيا كاو تعمل ايه ساعدك يا فهد الخير. اخي سمعته ولا ما سمعتوش؟ بيش زيد يا شيخ شو اسمها الطفلة هذيك اللي في
كانت تخدم مع بنتنا صفيه تاكل البيضه. زينب. ما يبطلت من الخدمه. ليه عاد مهبوله تبطل خدمتها؟ لا عندها ذكيه عامله حساباتها، خرجت تخدم مع خطيبها تاكل الشاوش هذاك المقرمش اسمه محجوب صار يخذيت هو عمل المشروع عاد باش تقف معاه فيه. عاد ما خير وتبارك الله عليها، ان شاء الله ربي يهنيهم وربي زين ساعدها بعقلها الطفله ذيك. اما مش كي همي انا، كان جا دنيا راني شد الحانوت مع رشيد. لا يا بنت في ليش عاد تاع الفكره حلوه ياسر، وين كانت غايبه؟ في قلت لي راني نفذتها لك. تي ماني قلت لك بابا، اما حد ما فهمني. انا فهمتك. شوف لي لا بنتي، تو من هوني القدام باش نولي نجيب السلعه الدجاج يعني الراس بركه مقصوص وتبدا بريشها، نحط لك السلعه في المقصوره، تدخل انت تشمر على سواعد الجل وتبدا نتف ريش ريش نتف ريش وتنحي القوانص وتنظف الدنيا وتمد الدجيجه هكاك تلمعوا لسي رشيد، ورشيد يقرطسها ويعطيها للحريفات المليحات المزيانات. شنو رايك؟ نعم انا نعمل هذا. ميله يا ناري، هو شيء ما يكيدش، وكان جيت كيفك نفرح بجنب رشيد خطيبك، علاش ليه يا ميبولة؟ الاثنين جيتوا ضدي، به يجي خالي ونقول كيفاش؟ اش بدخل خالك؟ اش بدخل خالك في الحكاية؟ اش مازال له هو عمر العدو هاو قريب يجي. عدو جاء، مرحبا عدو جاء، افرح وحني. حقا ما قلت لكمش ان شاء الله خير. زيد فوزي وصفية عملوا تليفو ويسلموا عليكم الكل. سلمك سلمهم وقالوا راهم جايين على قريب. خيتي بشرك بالخير. شنو راه جايين بها بها كما يقولوا خروج نهائي؟ جايين مره واحده. خلي وخيتي يتلهيوا بمرمتهم ويشدوا ولدهم ان شاء الله يتربى في عزهم. بلا خصك المرمه كلات على قلبي وشربت. مدمزيل يا مدمزيل يا ولدي اعتقني يا ولدي فكني انساني يا مدمزيل، راه كل شيء اللي نعمل فيه في مصلحتك، راه انا نقول بيه موافق لكن بشروط. ممتاز، حاجه خارق للعاده والله، لو كان يسمع عرفي الى ما يطير بالفرحه. لالا قولي شنو شروطك. نحبك ليب. هذاك اللي بيك اوكي، شو شويه حمام شويه عصافر كانون يعجعج خارج منه نار وقبقاب ويجور بوستة ومنتاد تحتها نار تشعل دخان طالع هكايا تما وزاما زاما قلبه تحرق من الحب وجوانع خارجة من الذباب وكليب كلاب وكليب غناية أحلى غناية تحمل عنوان قلبي تحرق شدوني لا نتفلق وتعمل هكايا المنتاد ترتاف يترشق وهكاكا باش تتناغم الصورة مع الكلمة. شقاولك؟ يقوى عليك ربي، حافظ درسك. هكاكا رياض صنو يفهم في كل شيء. به أما الظروف يا مدمزيل. به كله به، أما قول عارفك فلوسي بالمسبق وحق الكليب زادة. لا كاكا تهنى، نضمنك أمورك واضحة ريقلو. واسمع وغدو نبعثك الكالندري فيها ليدات مضبوطين، حذر لي روحك ها؟ وما يتلهى بيا حد غيرك. هكاك رياض صنو راهو، رياض صنو ما يتلهى بيك انا ما عندي كان رجال، والله يا مدمزيل، تهنى. قاعد تتمتع توا، تسمع في حاجة. تفكر عليا انت، قلت لك نحيني نخرد من الكرهبة، نحيني نخرد. عجيب. والله هذا خردة تو نبيعوه يا سيدي ورا تحوك منه. بيع ولا اشري؟
أما يا عمر ولد أحمد هكا طفل الهذيلي طلع راجل وسيد الرجال وأنا يظهر لي ظالمه إن شاء الله يسامحني. زعمة زعمة يا عرفي وأنا في نظرك مانيش مظلوم. أنت أي أنت قرضة أنت شك الحم في خزمة وماكش مظلوم. خير جا من فمك كي العسل. عجيب جيتك على البضاغة بابا ها؟ يا برا نصبوا الصبة ونكشفوا كل شيء وخلي اللي يصير يصير. عميراتو يا عميراتو شبيت تكرم؟ كنت نحكي على هذيلي. لهذيلي؟ اي لهذيلي هذاك سيدك ماني قلت لك وعندي ليه مفاجأة خاصة. هماك الوليد جدا سامي. ايوا باللازمة يا سيدي ياك القراية اللي قراها في التكوين المهني بتاع الفلاحة باللازمة نفعته ونقول لك بيني وبينك انه باش يكون له عنده مستقبل في هالقلم هذا ما كيفه مستقبل. اه في هذا قلت الحق. انا بنفسي نعرف اللي ثانية باش تولي ثانية اخرى على يدين سامي. ايه تبارك الله تهني وين انت انا وياك متفقين في الراي يا جاب ربي. اما اه لازم فيها انا اما شنو هو؟ ان شاء الله يخليه لهذيلي. يزي يا راجل يزي التقييم الياك هو واعتق الراجل ودي شادد لهذيلي لهذيلي يا اخويا كيف عف اخطانا عجيب نخطاكم ونفككم توضح حديث هذا هاي هات نخطاكم ونفك هاي تفضل يا سيدي سامحني ترى كيفاش هاي سامحني لبرا سيدي تخرجني تخرجني من محلي محلك ها هيا تفضل تفضل ادخل مرحبا الدار بارك تفضل عالسلامه الله يسلمك مرحبا يا عيشك اشنو احوالك والله ما في بالي والله البنيه سوس عرضتني في الشارع قالت لي عم ساسي راهي مامتي ما تقدرش. صار انت ساسية؟ انا عم ساسي ما لاش نوه نسيتني. سامحني سماح ما عقلتكش عويناتي على قدهم ولا لا ان شاء الله لا باس ما هو شوية ما ورد لا باس الشدة في ربي هاك هو. وانتي بقى اشنو حوالي؟ والله العظيم عبد الحميد ما خلاني عقل اي ما لك الشرع اكل اللي عملها ربي ان شاء الله ينور الحق. الله غالب الله يهلك ولاد حرام ان شاء الله شدة في ربي هاك هو. وانت اشنو حوالي؟ انا نحمد ربي ونشكره اختي سكينة بنادم قد ما يحمد ربي وشويه اي هكا ولا لا اي هكا وانت ان شاء الله لاباس يا عيسى وربي فضلك يا عيسك فهمتني انا باش نقول لك حويجه الباهيه هذه اش عامله معك الباهيه ذيك قول اش عامله فيا اش عامله وكان شفت اش تطلع لي بطلعات كيفاش تروح مره تقول لي مماتي قوم اشطح معاي اي ومره تحبني نمثل شنو تمثل اي هاو باهي عاد توا هكا هكا ما تمثل توا تشطح والله عاد اما تمثل تيبتي هما وقت واحنا وقت يوسع بالك معها ربي يفضلك لها وربي يفضلها لك ان شاء الله اي ربي يعطيهم ان شاء الله الوقت الطيب امين وانت يا ربي يفرج عليك يا عيسى يا طيب مش تقعدوا تتذكروني في اياماتكم وشباب وشباب انا مش نموت بالجوع يا مماتي اسمع تحبش نجيب لك روك مسير لا 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 بناتي يا عيشك وبالشفاء وداني برا بناتي كرك وحدك وشوي وحدك واحمل اللي تحب وجيب كرسي لعمك ساسي برا توا يا رقية يا بناتي كانك من سيدي خويا نعرف اش يحب ياكل واش ما يحبش اما بنت وخيتي مين نعرفها انا تاكل الحار ما تاكلش تحب الحلو تحب المالح والجي حبتش هي تبر اسمع يا عمي انا هذي بنت خالي اذا باش تجي هزه خشمها وعامله في روحها قاوق انا نعطيها منيلها ما نخاف من حتى حد توا والله يا طفله باش تجنني هكا على الصباح باقي منقوره باقي و باش تجي تبيس علينا لهنا شكينا عليه اي نفرض باش تلعب تكعيبات بيس ما عيدش تبيس انت اخوك مهدي هزي من هالكلام عايش بنتي فيق بيبي دق انا مانيش حاله لحتى حد وكان يبدا شكو هاني باش نقوم انا الخفيفه الصغيره اصبر اوه سيدي اخويا ايه شريشه يا رقيه شوف شكون جاي يا مرحبا
تفضل قهوتك. يعطيك الخير سيسي. ما تاخوش في خاطرك، بقدرة ربي لازم الحق يبان. والله العظيم سامي كحد عليك ويعرفك اللي انت مظلوم، اما النجم يعمل حد شيء. يا بنتي يا ربي يبارك فيه، والله نعرف ونغوري وما يحبك الحق. انا واحد من الناس اللي منيره راني خايف عليه حشاك ما كجنون دنس اللي مستملكين بالثانيه. والله سخفتني برشا يا عم ساسي، وكان نلقى نشد هكا مشمشهم. يا بنتي يا ربي ينور الحق، وربي ان شاء الله يبعدهم عليك بعد السماع على الارض. اك الثانيه هذيك حشا بنتي الحرفه ساقي ما عادش فيها. لا عقد ما عادش تقول هكا، لازم الحق باش يبان، وعبد الحميد هو بيدو يجيك ويطلب منك السماح. سماح سماح تي هو راس الفتنه هذاك، اكل خلقه حاشاك الحرفه نتاعو ما عادش حبرها. سماح سماح يا لمونيره في بحيره حمزه. اي والله عندك الحق، عندك الحق يا عم سيسي. الحق عند ربي يا بنتي. تعرف كيفاش خليني نقول لكم بخاطركم، عندي مانيش قد بعضي. اي وسع بالك، اسمع لازم ترجع لهوني محسوب الدار دارك وانت واحد من العيله. الباب المرة جاية نخرجوا نطيحوا في يدي. ترنيفيس اش كاتب؟ ترنيفيس؟ ايه. لا لا تنهزان ميكانسيا ينظم لها امور هكا، معناها واحد عنده قفل يمشي يجيب نجار. يا راجل تبوا تيش تخف خف روحك وريد امورك ونظم. انا باش نشوف الطفل انا باي. اي ونجي ما نفتحش. ها زعما؟ اي عارفي؟ نعم. لا لا حتى شيء، حبيت زعما اي ولا خلي بعد برا ما نسالش. خلي شنو؟ لا لا حتى شيء. تترومز تتذمر على الصباح زيد. حبيت حبيت وجي يا زيدي خويا ساعة ما تصورش قديش فرحت كيريتكم. أما شنو دارك الحق علمتنا على الأقل أنا مشينا استنيناكم في المطار يا ناري. وحقيقة يا زليقة حبيت نعمل لكم تليفون من المطار، لكن قلت وكان نعملها مفاجأة ما تكونش خير زعما. والله حلوة، أما أنا هاوش نقول يا زيدي خويا ما تكون كانت بارة سنينو. ومين في المية زيدا دبارة؟ دبارة معناها فازة طلعة. حتى نفسر لها يا رقاي. دبارة معناتها فكرة. استنى باش تفهمني بالكدي. سوبريز انت عملت هنا يا زيخة. هذيك ملي هبطت من الطيار وهي تضحك وتسلم وتغزر للناس، ما تصورش قداش عاملة كيف. توا مازال ترتاح وتوا تشوف لما الدولش وتعجبك تعجبك شنية هي وناسها. الدولش سكوا بابا الدولش معناها تحوس. بون فهمت عاد. ورقية تو تشوف رقية باش تلها بيك وباش تحوس بيك وتدور بيك حتى لين سقيك ما عادش تحكم فيهم. ان شاء الله ان شاء الله كل شيء يعجبك. ان شاء الله. اما والله يا سيدي خويا الحق كرك جبت المدام معاك. والله الحقيقة يا زليخة المدام ما جاتش خاطر عندها برشا خدمة. كل حال مش مشكل، هاتوا المره الجايه قلت تربي تو نجيبها معاك. ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي خويا ان شاء الله. اما خمسه وخميس عليك يا سنين. انت ما تقوليليش حقها. انت وين سي عبد الحميد؟ سي عبد الحميد مساكن غاطس نهار وطوله يعديه ويقف في جرتك الخدامه شيخ وريقه في الثانيه. ربي ربي عاون. نعرفوا خدام يعيشك. نعرفوا خدام بلدان يعيشك. سينيا يا سينيا مشيو توا 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 هكا هكا ما نبرت فيها باش نمشي للثانيه توا. تتعبر كل النحه. انا تعرف شنو نعملوا توا؟ توا نمشيو ونرقدوا شويه ونرتاحوا. تعرف توا عندنا ظلام احنا غادي. يا ناري تعبتوا. وما ارتحنا احنا يكون سي عبد الحميد الله يديه. الله يديه. يا خالي لحظه نحضركم فروشاتكم. يا ناري اي توا نقعد نستنى شكون يحضرهم. بيوتكم حاضره عندها توا نهاري. نعرفك يا زيخ نعرفك مقديه من اللي انت صغيره. عيشك يا زيخ خويا بالجي خذك عيبك عيبه عاد على الاقل خذ سنين وميمك عيبه. انا رياض صنوب نعرفوا بابار هذاك على جبتك معايا باش نتأبتوا.
تعرفه اذا بالمجد شو اللي تغني في العروسات انا سيفيني تحت من عيني بون ما ظهر ليش هيجت هيجت انا من كل شيء السلام عليكم صباح السلام صحوالكم تمام ايش تعملوا هوني مش بدي تقرا معي موسيقى علاش لا كل شيء يصلح للمسرح اما احنا جينا باش تاكدوا من الكلام اللي سمعناه انا كلام سمعنا اللي انت قبلت شو اللي تغني في العروسات ديجا في سامو وصلكم الخبر انا رياس انه هو اللي قال كلامه صحيح ابون اويش بكم دهشتوا انا دهشت انت دهشت اي انا دهشت دهشت هذا الحل الوحيد اللي لقيته باش نجم نحقق به احلامي وانت تخرج لي العرض الفني اللي حشتي به كنت تنجم تشوف طرق تمويل اخرى بالطبيعه كانت تنجم تشوف طرق تمويل اخرى كنت تنجم تشوف طرق تمويل اخرى سامحوني ما ثماش اللي نمشي له يقول لي لازمك تكون نجمه مشهوره ولا مغنيه معروفه فانا قلت نضرب عصفورتين بحجره واحده مني نحقق احلامي ومني نعاون فرقتكم وانتوما اون بلوس الغناء في العروسات مش عيب بالمجد فكره 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 بالمجد فكره فكره شكرك عارفك تحسبها هذاك هو واش بيه انت تقلقت ما زيتنا فرد زيت اي لا زيتنا فرد زيت اما سي الهذيلي بلغني اللي انت وليت تلعب وحدك هكا فين نلعب وحدك نلعب وحد يا راجل يا راجل اش بيك ديما مشكاك هذاك عليه هذاك عليه ديما تقعد وحدك وما عندك شي صح اللي قرب لك ويريد لك الخير تعطيه على راسك اي صحبة صحبة والنية ما ثماش يا سي الهذيلي انت تعرف مليح وانا نعرف مليح سبق اللي انت قدرتني في حكاية الماء شن هو يا عام يا عام التو شادت صحيح في حكاية الماء تي ما وعطيتك حقك وقت اي 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 لا اعطيتني حقي واكثر اي اش خذيت انا سي الهذيلي خذيت من جمل وزنه اسمع يا سي الهذيلي ننبه عليك راهو مازلت تعمل هكا ولا هكا الا من مرث بحالتك نقضي عليك القضاء المبرم انا نخرج منها راهو كي شعره من العجين اما من ورطك انت ونجمه فهمتني هيا حكحك جنابك واطلع بيهم حكحك جنابك واطلع بيهم شنه انت قصتك اه كل مره جاي للثاني هات 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 منين باش نجيب لك نزرع فيهم بالله بالله عجيب بس تطلع بيهم ولا نطلع لك بروحك يا عامل يا عامل في عقلك خليني نفسر لك خليني نفهمك ما تتنرفزش دي ما في بالنا هكا ساسي ارتحنا منه يا اخي طلع عنا سامي مهف اكثر منه وزيد هاك الطفل اللي البكوش عينيه ديما تلصلص ايه ونهار كل يخدم بالاوراق ناي والله يشاكك فيه ايه جدت علي انا الحكايه هو يخنتب وانت تخاف يا عامر هذالي باش تطلع بيهم ولا نطلع لك بروحك يا عامر يهديك هذالي يا عامر يا عامر يهديك جيتك بجاه ربي يا تطلع بيهم ولا تسيب طلع لي روحي يا عامر اسمع يا هذالي انت راك نعرفك تموت على فضايح اما يحرز محرز توا جمعه هنا توا نتطرف بيك وحدي توا نتطرف بيك وحدي وتشوف عامر ود احمد واش يعمل فيك سيب محسوب توا كي خنقتني تسخايب روحك عملت طفار كبير ونا تو نعديها لك انت ما تعرفش الهديه
اه باللازم باللازم لما نشعل فيك النار ولا ما نمشي لهم تعرفهم ما ونقول لهم اللي انت ناوي لهم على الدويره في بالك انت عندك توكيل او هاو تلعب مع الهذالي باللازم ملا ماشي في بالك يا سي الهذالي اللي انا ما عنديش توكيل لا في بالي اللي كان عندك توكيل تو التوكيل عندي انا اها كيفاش باهي يا هذالي باهي تو نوريك تو تفهم تو توريني يعطيك الصح ماني نحيتهولك وقت انت راقد تحت النخله اباي عرجي وش بيك شو بكي داخل بعض ها شو بكي هيك اخت عرجي اقل اخت عرجي حنا واش بيني واش تم قلت لك اختيني اختيني ما ثم حد شي ما يفرح اقل بجعتيني واش تم يا بنتي عملتي اللي حبيت عليه واشتهيتي ولعبتي بعقل ولدي الهذيلي وجيتي غادي كينا وقعدتي ناخت عجي حنا مالا ناه ها قاعدة تترهدني عليا اش عمل لك ساسي مسكين لعبتي له اللعب انتي والهذيلي وجيتي غادي كينا ها اختيني قلت لك بجانب ربي اختيني لنشرق حوايجي ونقول فيها هو اسمع سدية قاعد كان عجي ما خدتش فيا بقى ومنين ليك اخيتي اندرا وليتي تعطي في الكلام ولا قولي نعطي في الكلام كان جاي ولدي لهذيني يسمع كلامي عافس على عافستي لو ما وصلش لك الحالة هذيك هي تلقى عافستك عوج اخيتي والتالي انت يوم ولاش ما يسمعش كلام يا عوجة ولا مسلينك جاي الهذيل يسمع كلامي ويعفس على عفستي راهو مش فك الحالة هذيك كان جاي ربي هديه وماشي في الثنية الصحيحة راهو ما هجيش خوه هو يلاجي من بقعة لبقعة خوه وانا خوه انا قلت خوه هي قلتي طو لا 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 انا قاعدة نخج نهزو نصبت هاي بدلي وجهك علي يا ومشني نجمة يا ويحرم علي حليب أمة وكان ما نخليكش تنطقي وحدك وتقولي كل شيء أما يا سامي الله يرحم والدين الجوف اللي تخبطت فيها هاي والله ما كنت نظن اللي ربي يجيب منك بصراحة القراية أنا فعدتك وتبارك الله الثانية رديتها لي جنة على وجه الأرض تك الصحة مازال مازال يا عم عبد الحميد البرنامج اللي عامله في مخي باش يبدل لك الثانية الكل شنو تقلبها لي شي معمل بتاع مصبرات لا لا يعطيك الصحة يعطيك الصحة الله الله قل يا رشاد عبد الحميد ما رجعش رجع وانت وين مشيت والله مشيت بقضية المحجوب يا اخي ما لقيتوش وشنيا القضية عم ابراهيم ديما تحب تنسني ما قلت لك وين مشيت تحب تعرف القضية زادة تبالك نعاونك لا لا عاون روحك باهي وشنو رايك سي ابراهيم كي نقول لك سي محجوب جا ومشى شي فاش يعمل هنا ما هو سيدي جا لخوه وسكروا المحل وزادوا فيه
أمان أمان أمالة ما هو سيدي التجاز طلع أخوه والحكاية قراب والأمور سيمبالا لوجيك حتى طرف توما حتى من البلاكة نحوه عجيب والله البلاكة ما ثماش تعرف يا رشيد هذا طرح كبير كبير يما لاش قتلك هذا تعرف كيفاش هاني باش نمشي لعبد حميد فك المشكلة متاع أساسنا وإذا ما لقيتوش تو نرجع لك عم إبراهيم أنا عم ما تنساش سلم على رقية Thank you.